بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فشلت في مشروع ما؟ هل أردت الحصول إلى مقصد أو غاية وفشلت؟ إياك أن تيأس، إياك أن تفشل، وإياك أن تجمع يديك وتوقف المحاولة. حتى تنجح في حياتك لابد أن تحذف كلمة مستحيل. كلمة مستحيل غير موجودة في الحياة، كلمة مستحيل ليست موجودة في الحقيقة. احذف كلمة مستحيل من قاموس أفكارك، احذف كلمة مستحيل من تفكيرك ومن الواقع. أي أمر يمكن أن تنجح فيه وأي أمر ممكن أن تكون ناجح فيه، أعد الكرة مرة أخرى وحاول مرة أخرى، حاول مرة أخرى وسترى أنك ستنجح. طبعا استعن بالله، كن مستعن بالله في أمورك وأكثر من الدعاء. ليس من المعقول أن الإنسان مثلا المؤذن يؤذن هو مار على المسجد، لما تسأله إلى أين أنت ذاهب يقول لك عندي شغل ولا عندي صالحة. هذا الصالحة وهذا الشغل لن تقضى إذا لم تطع الله عز وجل. إذا كنت طائعا لله عز وجل ستقضى حاجتك، أما إذا لم تطع الله عز وجل فلن تقضى حاجتك. والله عز وجل أخبرنا، قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: عبدي كلي فيما أريد أكل لك فيما تريد. إذا كنت طائعا لله عاملا لفرائض الله تبارك وتعالى فستحقق نجاح وستصل إلى مبتغاك إذا استعنت بالله تبارك وتعالى. ولا مستحيل، لأن الله عز وجل قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن أعد الكرة وأعد المحاولة وستنجح بإذن الله، واستعن بالله. ليس ونجاحك ليس بذكائك وليس بقوتك وليس بجهدك وليس بشطارتك كما يقولوا، وإنما بتوفيق الله. كما يمكنك أيضا الاستعانة بالدعاء، الله عز وجل قال: ادعوني أستجب لكم. إذن كرر المحاولة، اعمل بجهد، جدد العمل وجدد المحاولة، واستعن بالله وأكثر من الدعاء، وستكون بإذن الله من الناجحين على جميع الأصعدة. وإياك واليأس، وإياك والفشل، واحذف كليا كلمة مستحيل من قاموس أفكارك، من قاموس أفكارك. فالله عز وجل هو الخالق لهذا الكون وهو القادر على كل شيء.